العربيه المتحده بسبب الاساس القوي الأساس اسسه المغفور له المؤسس العظيم الوالد الشيخ زايد بن سلطان نهيان طيب الله ثراه يجعل الامارات مركز عالمي لجميع الانشطه ان كانت اقتصاديه، سياسيه، رياضيه واثبتت دول الامارات القدره على تنظيم كل الاحداث الكبيره في العالم ان كانت رياضة الرياضه او والمؤتمرات العالميه آه وثقة العالم في قدرة الإمارات على تنظيم آه تنظيم هذه الأحداث العالمية والآن نحن على أبواب افتتاح آه آه هذا الحدث العالمي الكبير اللي هو الإكسبو دبي 2020 الذي آه عمل جبار وعمل لما الإنسان يرى صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم بي في خلال سنوات قصيره من ارض غاحل الصحراء الى ارض فيها المباني الجميله والخدمات الراقيه وكل شيء راقي ايضا حتى في ما نحن فيه في هذه الجائحه الشيء الذي يفرح ونفتخر به ان هذه الدول 192 دوله ملتزمين بالحضور ومشاركة في هذا الحدث العالمي وهذا دليل على ثقتهم في دوله الامارات، وثقتهم في ان يكون هذا الحدث العالمي ناجح، ونحن اليوم ندشن المقر الرئيسي للاتحاد الاسيوي للرقبي اللي ينشي قبل تغريب في 68 ست، آه، وفي فوق ال دوله أسوية مشاركه وهذا ليس بالامر الهين ولكن هذا مثل ما ذكرت من قبل دليل على ثقه الجميع في دوله الامارات وقدرتها على ليس فقط تنظيم انما تكون مركز وكما نرى الان ان كان في تجاره الشركات العالميه المركز الاقليمي في الامارات المنظمات العالميه المؤسسات العالميه الاتحادات الرياضيه العالميه فنحن هذه خطوات خطوات للنجاح الاماراتي دائما كما عودنا المغفور للوالد الشيخ زايد المؤسس العظيم وغادتنا الكرام ان الامارات لا شيء مستحيل في الامارات والامارات دائما في المقدمه ودائما الاول ونشكر كل من ساهم في العمل على استقطاب هذا الاتحاد الاسوي المميز المرموق الذي بالتاكيد ليس فقط سينشر هذه اللعبه في الامارات انما سيجعل الامارات يضيف الى سجل الامارات في استضافه الاتحادات الدوليه. لا نحن دائما تعودنا في دوله الامارات انجاز وراء انجاز ودائما نحاول ان نتبع على نهج الدوله ونهج الحكومه الرشيده هاي اللي عندنا وبالعكس نحن نتمنى رضاهم ونحن نحاول ان نلحق بالقطار السريع لان صارت يعني صارت الحياه كلها سريعه ولازم دائما نحن سباقين ما دام نحن من دوله الامارات نحن متعودين على دائما الرقم واحد مثل ما قال صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد وما نرضى الا بالرقم واحد باذن الله تعالى. اول شيء الحمد لله على على الانجاز هذا هو نقل المقر من دوله هونغ كونغ الى دوله الامارات العربيه المتحده بتصويت الجمعيه العموميه للاتحاد الاسيوي 34 دوله هذا يعطي ثقة أن الدول الأعضاء تثق في دولة الإمارات كمركز مهم للرياضة للرياضة العالمية والرياضة القارية فالحمد لله أنا كرئيس الاتحاد الأسيوي لقيت كل الدعم من الحكومة الرشيدة الكل وقف مع هذا النقل وأكيد بيكون له فوائد كثيرة على دولة الإمارات وعلى إمارة دبي تحديداً تعرفين نقل المقر يرافق الكثير من الامور مثل اقامه البطولات بشكل مستمر، اقامه الاجتماعات الجمعيات العموميه هنا في دبي، المؤتمرات والدورات التدريبيه فتعرفون نقل المقر مو بس نقل المقر باسم، في اشياء كثيره ترافق نقل المقر، فالحمد لله على دعم الحكومه وعلى راسهم سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان كان من الداعمين الاوائل من اربع سنوات من يوم ما كان عندي طموح ان اتراس الاتحاد القاري هو كان معانا واقف خطوه بخطوه واستقبلنا واستقبلنا يوم فزنا الحمد لله رب العالمين القياده الرشيده تعطيك دافع انك تقدم المزيد فالحين نحن عندنا الاسيوي ان شاء الله عندنا بعد اربع سنوات او ثمان سنوات ممكن ترشح للاتحاد الدولي ففي مستقبل قدامنا ان شاء الله يكون مستقبل زين